السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحة جيدة ان شاء الله. بسم الله، غادي نحضر معكم كرواسه اللي كتجي سهلة وكتجي واعرة. غادي نشوفوا الطريقة، طريقتها ابسط ما يكون. بسم الله، غادي ناخذ 500 غرام ديال الدقيق، درت لهم جوج معالق ديال السكر سنيدة، معلقة الخميرة، الزيت 3 ديال المعلقات، الملح، غادي ناخذ المدافي، كنعمر زلافة ديال الماء كنخلط بها، كنخلط غير بحال هكذا بمعلقة حتى نشوف القياس اللي غادي نزيد ديال الماء. كنزيد معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة، صافي 500 غرام خدات ليا زلافة ديال المدافي. غادي نعجنها بالعجانة ولا بيدينا اللي كان. صافي، من بعد ما تعجنات انتم كتشوفوا كتجي مرخيه. صافي، غادي نرش شويه ديال الدقيق، ضروري ما كنديروا الدقيق لان العجينه انتم كتشوفوا مرخوفه بزاف. صافي، وغادي نبدا نقسمها، غادي نديرها كويرات صغار. صافي، غادي نكورهم كاملين، ودائما كنرش بشويه ديال الدقيق. عندي هنا انا الزبده ذوبتها ماشي بزاف، تقريبا شي، المهم اللي غادي تكفينا، درت شي 120 غرام ولا اللي خاصني. غادي نزيد، كنقرص الكوكره بحال هذا الشكل، هذا بحال هكذا، كناخذ واحد الاناء بحال هكذا وكندهنوا حتى هو بالزبده، وكنبدا نسرح غير شويه ونحطها وكندهنها بالزبده. وغادي ندهن عاوتاني بالزبده، دائما ما بين الوحده والوحده كندهن بالزبده. صافي، من بعد ما ساليتهم غادي ناخذها عاوتاني وغادي نبلي نسرحها بالمدلك. قلنا كتجي ساهله واخا تصبي بعينك مغمضين. بلا ما كنحتاجو نلفو ونطويو ونعاودو، كنحيدو داك الجنيبات هادو اللي كيكونوا ما مقادينش. وغادي نقطعها بحال هاد الشكل مستطيل، ونعاود عاوتاني نقطعها على حساب مربعات. كناخذ هاد الشكلاط هذا ديال الكرواسون، كنحط الاولى وكنلف اللفه ونعاود الثانيه واللفه. صافي، نتوما كتشوفوا نبين هذه لان الاخرى جاتني ما بيناش. نتوما كنحط
وهذا كنطويها وكنزيد هذه الثانيه وكنولي نلفها صافي وكنقرصها شويه باش ما كنخلي صافي حتى غادي نساليها كامله. صافي ناخذ السنيه ديال الفران وكنقادها فيها. انا درتها على هذا الشكل هذا، يمكن لكم نتوما ديروها كما بغيتوا على القياس اللي عجبكم. صافي غادي نغطي ونخليها حتى كتخمر وكنطرحها طيب كطبلي على 200 درجه كنشعل فوق ولتحت كندهنها من بعد بشويه ديال الكونفيتير او شويه ديال العسل، ندير لها شويه ديال الكاوكاو ايفيلي او اللوز اللي كان كرشها بشويه ديال السكر كلاصي. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نال الاعجاب ديالكم وكنشكركم بزاف على المشاهده والاشتراك ديالكم، والى اللقاء الوصفة اخرى ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم في قناه مطبخ امينه شمس، ما تنساوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد.